منا بأي كلمة يغلط معانا بالحديث وبيعلي صوته علينا بكلام يعني عيب عليه يحكي وما توقعنا نحن نسمعه بنطاق العسكري نحن فيه، لأنه نحن فدينا حياتنا وشلنا حياتنا المدنية وتركنا أهلنا وأولادنا وجينا مشان ندافع عن وطننا وقائد وطننا، مو مشان نسمع كلام يذلنا ويهزئنا أو مشان نلتحق بالدعارة وهيك شغلات. أنا جوزي مقاتل وبشرفني هالشيء، مقاتل للدفاع الوطني، طلع الدفاع الوطني في شرف أكثر من وزارة الدفاع والضباط لواء 130، صاحبوا بنات لنزواتهم الشخصية وصاحبوا بنات اللي بتعجبهم صاروا يبدلوا بين البنات، واللي بتعجبهم بخلوها واللي ما بتعجبهم معاملته الحقيرة معاها. أنا أملا طفل وحيد تركته ببيتي كرمال بلدي وأرضي وعرضي، بس للأسف الشديد ضباطنا حرمية سرقونا بمصارينا، سرقونا بأكلنا وشربنا، سرقونا بشرفني معاملتهم السيئة لا أخلاقية، هن لا أخلاقيين. نحن رحنا لعند السيد العقيد عماد طلبت منه إجازة لأنه عندي طفلين، طلبت منه إجازة وما رضي لأني ماني حلوة وما بدي صار بده يعمل معي شغلات هيك وهيك. وامبارح كمان انا كنت لعند سياده العميل، كنت لعنده لاطلب منه اجازه، بيقلعني من عند الباب، يعني بحاكونا كلام طالع نازل بيهنونا وكل يوم كل يوم بيدعوا لنا دروس وبيهونوا فينا، ومن الساعه 8 للساعه 2 احنا قاعدين بالشمس وبيهنونا، لا اكل لا شرب لا حمامات لا مي، يعني بيعاملونا معامله سيئه جدا جدا يعني. وفي بعض البنات كانوا مرضانين واخذوا اجازات وكانوا نقاها وما رضوا يعطوني يحطون بالمجا يقعدوها، وانا كنت مرضانه وكانوا عم يدربونا على السلاح على اساس مشان اللجنه الروسيه دائما عاملين انه عم يدربون على السلاح للبنات، وهي كلها كذب كذب، بس انه مشان يوجهوا الروس انه نحن عم نتدرب على السلاح، هذا مو صح، كذابين، ما عم يدربونا على شيء، عم يجيبونا كل يوم الصبح من الساعه 8 للساعه 2 ليهونوا فينا ويباردوا فينا، لا بيشربونا مي ولا بيطعمونا ولا بيسقونا، كل واحد بيوتها باخر الدنيا، هي الهويه مو بعترف عليها، وانا 100 مره توقفت على الحاجز مشان هي الهويه، ومريت ما في، بعطونا 93,000 ومقلت وطلبنا 10 طلقات. ما بيأمننا مبيت، أمننا مبيت، يعطونا حقنا اللي نحن بدنا اياه، وكلياتنا جايين كرمال هالبلد، وانا عندي اخ شهيد وعندي صبيان، وانا كلياتنا في ده هالبلد، بس هن ما عم يأمننا طلباتنا، يأمننا طلباتنا لنحن نعطيهم الجهود اللي عنا. بالنسبه للدوره، بايام الدوره لما كانوا يجوا الخبراء الروس وقلنا الفخر بجيتهم ويا ميت اهلا وسهلا فيهم، لانه نحن تحت اشرافهم ونرفع راسنا بهذا الموضوع. لما كانوا يجوا على اللواء يتكركبوا باللواء كله، كانوا يقدموا الطعام من احسنه بالنسبه للطوعيين. بالنسبه للتدريب، انا من البنات اللي كنت درب للصبايا، كانوا يشوفونا انه عم نتدرب، بس يروحوا يصير التدريب سيء. في بنات مدربين صح ومقاتلات صح وبيشتغلوا صح، بس في بنات هن مريحين للتدريب والضباط استغلوهم لاسباب جنسيه.